رجينا النهاردة شيق وممتع ومبهور ومغتصب. أيوة يا صديقي مغتصب، لأن بالفيديو ده هيتم اغتصابنا بطريقة عجيبة جدا. فيديو ب 700 جنيه يا صديقي، هو مبلغ صغير عشان الناس بتقولكش حسابات ديم وحسابات بدنجان وحسابات سلطة، عشان الناس التانيين اللي بيقولك العب بمبلغ صغير هتعوض فلوسك وهتكسب. طب يا صديقي في دي النهارده هنلعب كريستال، وطبعا كريستال دي المسيطرة على الدنيا كلها مع شوقة الجماهير. تعالى يا صديقي نبدأ مع بعض الفيديو، بس لكن قبل ما تبدأ الفيديو ما تنساش تسجل بالبرموكود بتاعنا، هو خازوق 123، والبرموكود الجديد هيتم اغتصابنا دلوقتي في اللعبة. فلنبدأ يا قوم على طول ب 30 جنيه مصريا. أخدت أول 30، تاني 30، كسبت لعبة محترمة جدا يا جماعة، في الفشخ الصراحة يعني، كسبت لعبة ممتازة. فلوس ومبلغ صغير قدام عينيك اهو، تقدر تتحصل عليه بأي اتجاه يعني، تقدر تشحنه، تقدر تسرق بيه بيض عادي وتجيبه وتحطه وتلعب بيه. طمنوا يا جدعان عن قريب جدا، عن قريب جدا كلنا هنمشي في الشارع ونقول اكس 5 اكس 10 اكس 15. خلاص يا باشا المخ اتلحس، خلاص الواحد مخه لسع يا باشا من كتر الخسارة والدنيا اللي انت عايش فيها. الناس اللي داخلة تقول لك يا عم طب عوضني يا سيدي، عرفني بتلعب ازاي يا عم، على الحرام من ديني، انا بيت ابوي سد بطين، انا مش عايزك تلعب يا صديقي. انا بنزل الفيديوهات دي عشان ما تلعبش، انا بثبت لك ان هي كل الالعاب دي دمار وخراب بيوت. اتفرج يا باشا قدام عينيك اهو، لعب طبيعي جدا. طيب جيم اتنين اي حاجة ترضي بيها الناس؟ مفيش يا باشا، لان خلاص اكس بت قسما بالله ما بترحم حد، ما بترحم حد. الناس اللي موهومة وعايشة في قمة ان انا عندي ادمان ومش هينفع اسيب اللعبة. طب خلاص يا باشا عندك ادمان ما ينفعش اللعبة، دور يا باشا اسرق والعب. بعد ما تخلص كل فلوسك خالص كده دور اسرق والعب، ما هي كده انا بعلي ربنا. بس انت دلوقتي بتقول لي انا مدمن، اعمل ايه؟ مدمن ازاي يعني؟ في حاجة اسمها مدمن؟ طارت يا باشا الفلوس اهي، طارت يا باشا 700 جنيه في اقل من 3 دقايق. انت عايز تم اغتصابنا بالفشخان، ايه المشكلة يعني؟ فلوس قليلة قدام عينيك، فيديوهات بفلوس قليلة، انت بتشوف الناس بتعمل حركات واكشنات وبيقول لك بص تجيب مبالغ كده ومبالغ كده. ايه يا باشا؟ ايه يا سيدي؟ قدام عينيك اهو مبلغ ب 700 جنيه. بس حابب اقول لك المفاجأة بقى يا صديقي، ان دي برضه حساب ديمو. ايوه يا معلم حساب ديمو عليه 700 جنيه. ايوه يا باشا حساب ديمو عليه 700 جنيه. اي مبلغ عايز اعمله على الحساب بعمله على الحساب. انت كل القصة مصدق الناس اللي بتهبش عليك وبتعمل حركات وعايزينك تسجل بالبروموكود بتاعهم طبعا عشان ياخد نسبة من حضرتك. لما حضرتك تخش تتخزوق وتتفشخ، هو طبعا هياخد من الخزوق والفشخان بتاعك فلوس، وانت لسه مصدقهم طبعا. طيب خليك زي ما انت صديقي، وصدقني هتيجي في يوم قسما بالله هتمشي مجنون في الشوارع، هتمشي تقول كريستال الطيارة كراش اكس واحد اكس اتنين، ده انا كنت بكسب ده انا خسرت. ده اللي هنشوفه قريب جدا في 2025. كفاية عليك كده يا صديقي، وانتظر مننا فيديوهات تانية عن الشركة الوسخة دي. سلام يا احلى رجالة.